السلام عليكم. عندنا بولي بلاصوص، عندنا فاخيطاس، عندنا فاخيطاس، عندنا فروف محمر بيت مسعودة حريتو بيا ماشور، عندنا تشكتوكا، عندنا دجاج بلاصوص دي كويس، عندنا شطيخة كبدة تاع الدجاج، عندنا دولما دينت، عندنا دوارة تاع خروف، الدوارة يا الدوارة، عندنا دولما دينت، عندنا دوارة خروف، عندنا دنجر، هذيك هذيك. عندنا الركبه محمره، السلام بخول اخويا، عندنا كراته دجاج، هو الغاز تاعنا في بلادنا نبيعوه وقت اللي نحبو للي نحبو بالبري اللي نحبو، واللي ما عجبوش الحال راح يشري الحطب. السلام عليكم. البارح شفت واحد جزائري جالس كيقول للمغاربه قول محمد السيسي يجيب لكم الغاز حتى للدار. واش يهزر؟ اسمع اسمع، حنا ما بقيناش محتاجين الغاز صاحبي. شوف الناس راه ولات جاتت لقدام صاحبي. انت ما تحمقش راسك دو زاب بحال هكا، فهمتي؟ برك على هذه بحال هكايا وجهي طارو ودير شوف شوف شوف. ها انت شوف البصمات، ها البصمات تعرف فيها الحلو. ها انت شنو الناس في ولات عيشه؟ مالكم الجزائر مال؟ قال محمد السادس يجي من البوطه، وحنا يا زبي ما بقيناش محتاجين البوطه، حنا خدامين على الضوا صاحبي. واش كتفهم ولا لا؟ لكن انتو ما خدامين بالبوطه، حنا سالينا ذاك العالم ديال البوطه، فهمتي؟ ساليناه، ما بقيناش محتاجينو، الغاز خليناه ليكم. المغرب معذب، المغرب كان حسن الثاني كيهضر وكيدير يمسح العرق كيقول لك لا نريد من عاودوا عاودوا شوفوا واحد الفيديو ديالو. يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. راه 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 تعذب، راه تعذب. باش قال ديك المقولة الشهيرة؟ راه ماشي قالها غير هكذاك، راه تعذب. راه محنوه، راه محنوه، محانين فيه كاملين. عنده فلوس، فلوس باردة ديال الغاز والبترول ديال القدافي وديال بوخروبة وديال سوريا والعراق. عدة دول كانت مع الجزائر اللي كيوجدوا ليه انقلابات وكيوجدوا ليه عدم الاستقرار والاحتجاجات ولي مانيفيستاسيون. كانت ليدي ديال لو سولافمون، ديال لو سولافمون ولا شتي الربيع العربي، ديك الكذبه العربيه كانت غتكون عندنا في السبعينات. حنا في السبعينات الاولى يقادت الملك طيب الله تراه والحكمه ديالو. اللي نتساءل علاش المغاربه والمغربيات عندهم هاد السيره هذه في الخارج؟ طيب انا 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 فخور، فخور كنتي تقولي لي ابني ديال انا مين ديالكم الاكبر. هذا دليل على اننا تربينا تربية وحده، واننا تبونا والدينا تشكل واحد. احترام الغير، التشبث بالاصاله، الوقار، عدم الفضول، احترام الناس، هذه هي الاسس علاش تربيتي وتربينا، وهذا هو علاش فين ما مشينا المغاربه مذكورين بخير. يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. Thank you.
عمل حشر الله الجوار. خص الجميع عرف في الداخل وفي الخارج على التحديات مش احنا اللي تنقلوا عليها بالحق. لا الا لقينا في طريقنا فنعرفوا نتغلبوا على التحديات. احنا شعب التحدي منذ القدم. حسن بقى شعب التحدي. على ان المغرب ولو انه تفضل الطريقه الدبلوماسيه السياسيه السلميه على اي طريقه اخرى، انه الى شاف ان هذه الطريقه ما غاديش يتخرجوا وما غاديش يطردوا اراضيه فسوف لا يتردد باش على كل حال يلجا الى طريقه اخرى، بالرغم انه متاسف ولكن في آن واحد مضطد العزم ومتخذ قراره على أنه ما تردوا حتى تضحية من تضحيات. أن مسيرتنا لم تسجل لنا الفخر والمجد فقط، بل سوف تكون من عناصر دوام المغرب ودوام اسمه ودوام تمجيده وإكباره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أؤكد بأننا سنواصل مسارنا أحب من أحب وكره من كره رغم انزعاج الأداء وحزن الحاقدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حرقوا ناس حيين، حرقوا ناس احياء احياء يا لطيف. تعرفوا الاسماء ديالهم؟ بالحمد لله باش. لا لا حرق بليسونس حرق في اسماء معينه حرقت. واه عبد الرحمن الجندي قتلوا الشريف من زملائكم. من زمان انا جندي مغربي عسكري. ليوتنو موزون ضابط جي فوق حدانا. ممرض دفنوه في صندوق حي. انا حاولت حاولت مبشي. انا شخصيا هذا رايي، انا رايي ان كاين الناس كيقول لك الصهاينه واسرائيل وحنا عرب. وي حنا عرب وفلسطين خوتنا، حنا ما غاديش ننساوهم. انا يقول لي شكون تختار، واش اسرائيلي ولا جزائري؟ نقول لهم اسرائيلي. عانيت انا نقول لهم اسرائيلي. علاش؟ انا ما نظنش اسرائيل غادي يعذبوا المغاربه الا تشدوا عندهم كاسرى في الجولان. ما نظنش واش يكون عذبهم كيف عذبونا الجزائريين. ارجع فرس النهر مره اخرى، ولكن هذه المره ولد القحبه ولا مدعم من طرف كبرانات ولا دايريس نتاع الجزائر. في سابقات من عهدها هزوا صور سيدنا داروها مع دوك الاخوان الجزائريين الاحرار اللي كيدعموا الحراك وداك الشيء، وقال لك حكاع وملاء المخزن. في سابقه من نوعها بغاو يديروا احتقان ما بين الشعب الجزائري الحر وما بين كبرانات شياته حركه ديال فرنسا. فرس النار طوبه برميل الاخرى. نسيتي ملي كانوا جبدوا لك الفيديو انت تبنيط مع بنت الشاويه باسم الوطنيه وتجيب بنات بلادك تقصر معاهم تشري لهم لي بالون وتشري لهم ليريكا والغبره والكوكايين في مارسي؟ نسيتي ود القحبه فاش كنتي كتجي تبكي عندي في الواتساب تبقى تقول لي الله يرحم لك في الشيبانيه راك طلقتني على المراه بهذوك لي فيديو اللي دير عليا؟ نسيت ود القحبه نهار اللي جيت لاسبانيا تقصر عند ختنا في الله وخونا في الله اللي صادفك عنده في الاخر جرات على قحبه دمكم بقرعه ديال الفودكا مع 4 الصباح كنتي شابع كوكايين انت والقرع؟
وملي قلت لك اجي ود القحبه نتلاقاو من 12 ديال الليل ولا كنتسنى في حتشوني ماك القحبه مع الثلاثه. قلت لي يا خويا حنا عندنا وليدات وهادشي غير تاع شكيل وانترنيت وهربت عود القحبه. ومن ديك الوقيته وليت تقول لهم انا ما نزيدش نجبد دي جي الياس سيت عود القحبه. نهار حطيت صورت حنا وبقيت كتقول لهم داروا ليها الشهاده وكذا وكذا باش انا نسب الشهاده ونغلط على الشهاده بسبب القحبه دمك. واحد النهار سبيت الشهاده لانك حطيت صورت جده الله يرحمها. ودرك يا ود القحبه جمعتي ثلاثه ولا اربعه من دوك ولاد القحاب ومن دوك تريكسي ولاد القحاب التخت ديال ولاد القحاب. ومشيت يا ود القحبه سته بكم ولا عشره بكم شديتو تصويره طبعتوها وشديتو 20,000 اورو فرقتها عليكم القنصليه الفرنسيه باش ود القحبه تولي دير هجمات ضد اصحاب الحراك. تخيل معايا حراك جزائري حر مبارك فيه اكثر من 3000 5000 جزائري في باريس وانت جامع شير ديما من ولاد القحاب وحاط صور سيدنا وكتعفط عليها ملبيا لرغبات الدي ار اس او المخابرات ديال عبله وشنقريحه اللي يدير بيبي على روحه. مازال انت غادي نخلي امك ماشي دير غير بيبي مازال غادير تولي تخرا يا ولد القحبه في سروالك ولكن عندك الزهر كتخبى. الدليل على ذلك انك ولد القحبه داير البافيت واخا ما بقاتش البافيت. البافيت سيفيني صافي لونطون في فرنسا وفي اوروبا وفي العالم يكمل ولكن خوافه يا ولاد القحاب المخير فيكم داير الكمامه والكاميرا كتشدكم غير من التحت للتحت. مين كتشوف الكاميرا ولد القحبه كدور تعطيها بالدار. الفيديو راني لحقته قبل. المهم اخوتي شي واحد يجي يبدا يقول لي خاوه خاوه ولا زبي شو تصورت سيدنا كيفاش كتحفظ عليها ومعند ولاد القحاب. تقدروا تختلفوا فيما بعضنا وكاين هاد ولاد القحاب هادو شوش كيديروا. الله ينعل طبنكم بكم بوم دين ديالكم يا ولاد القحاب. بو جيت اليوم نهضر معاكم الخرائر ماشي الجزائر حاشا. واش نقول لكم نتوما هاد الكلمه باسكو نتوما بقيتوش كتحشموا باسكو نتوما مرقتوا هاد عبلاقيت. شوفوا عاش الملك والله ينصى سيدنا والصحراء مغربيه وعندنا البنان في بلادنا وما كنمشيوش نديروا الصف على الطحين وما كنمشيوش نديروا الصف على الزيت وعندنا الحليب ماشي كيما الحليب داير كيلبول عندكم وحنايا سيادكم واللي معجبو حال. قلت لكم اكبر حيط يسطح مع راسو. الماتش الاول ضربتوا الدراري الماتش الثاني كتسبوا الماتش الثالث كتسبوا اما لكم على هاد الشيء هذا او جو الحبس اولاد فرنسا الحركيين نتوما قال لك ولاد الشهاده نتوما ولاد الخراوه القوه الضاربه والقوه الخاريه شي قوه الضاربه وانتوما مبقيتوش كاع كتمرقوا جالسين كتعايروا في كل شيء. اش كاين ياك لاباس اولاد الخيريات اولاد فرنسا اولاد الحركه اللي عندكم بطاقه من جهه القبائل وبطاقه من جهه فرنسا يا المخرويدين يا اللي بعتوا بلادكم سيروا حروا بلادكم يا الشمايت. وانا جيت نهضر معاكم هذا جزائري كيدير يقلب على اختك في السعوديه. مشيت نقلب على اختي في السعوديه ونلقى اختي الجزائريه شادين الفرنسيين كيحيوو فيها شتي ولا ماشي هادي ماما كاين. السلام عليكم هادي رساله هادوك الكراغله هادوك المسخين هادوك المكملين اللي كيقولنا خاوه خاوه. اشوفوا ما كاين لا خاوه خاوه لا توزه اللي عفط على صوره الملك نعفط على دير مو على سوتو ياك ونعفط على مو على داك الشهداء احتار منكم ما بغيناش نعايروكم ما بغيناش نقول لكم لا الشهداء لا الزمر لا والو ولكن نتوما ما بغيتوش احترموا ريوسكم والله نعجبوكم وجد رئيسكم تبون وجد باباكم الكلب قانونكم وجد بلادكم يا الجعانين يا تريك الجوع يا اللي ما كتحشموا يا اللي ما عند درمكم تاريخ ما عند درمكم جذوره وما عند درمكم اصل اللي تعفطوا على صورة سيدكم. اما حنا ملاكية عندنا قرن والقرون وعندنا 14 قرن الله ينعجبو قرون تخشوا في زكم الله ينعج دير منكم ودين اي واحد يحل فمه على سيدو مفهوم على سيدكم لك انا محمد السالي الشعب المغربي سيدكم وتاج راسكم وما عايش بالجوع وانتم بلا 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 وفتو الزكاك ديال القحاب الله ينعج دير منكم ودين اللي قالها لكم وفوتونا وفوتوا المغرب ومغرب فاتكم ومغرب زامتكم ومغرب دوله ملكيه والبراهش اللي ما عندبوكم حليب اللي ما عندبوكم لا لا طرقان لا لا والو والو ما عندكم والو كتحلوا علينا فمكم. واش ما بال واش ما زين زين تابعيننا حنا وسيروا سيروا نقيو بلادكم سيروا نقيو بلادكم عام القانون العسكري من الحكومه العسكريه وعاجي تهضروا معنا حنا. اما حنا راه دوله ملكيه الله ينعاد دينكم يا مكلخين اللي ما عندبوكم اثار علينا عد ما عد بكم الجدر وكتحلوا فمكم علينا بزاف عليكم عرفتي حنا فين وصلنا ولا؟ اشوف اخوتي مغاربه
شوف لا تخافوا لا كونت ولا ماشي كونت، واللي باليكم شي زي اعطيوه اعطيوه العصير في كاس كبير. انا كنقولها لكم حيت هادشي راه بزاف طاولوا علينا بزاف، دايرين صورة الملك في فرنسا في باغي وكيهبط كيعفطوا على شكون هما هنا عند المم. واش مالك واش بحال هكا التبونات قارنوا مع حشيشي مع حشيشي مع انسان مسخ ها ولدو راه في حباسات. واش حنا عندنا ولي عاد في الحبس ها؟ واش حنا عندنا ولي عاد شمكار حشيشي بحال ولد التبون وداك بنج القيره ولا مع دير مو سميتو داك البوال على حوايجو. هذاك راه خصكم ديروا له بومبيرس ها اللي كتقدموا باش يهضر على الدوله الجزائريه. اش عندكم اش عندكم اش عندكم اش عندكم؟ جمع عليا شويه ديال بويزاري والعاهرات والزوامل والحشيشيه وصحاب الكيف وتقولوا لنا حنا الدوله. باش دوله نتوما باش؟ وما عجبكم حتى البكار تحلبوه وتقولوا يا الدوله الله ينعل دير امكم ودير اللي قالها ليكم والحمار تاع بوكم. وما تصوروا التخاريه من المغرب والمغرب ودرداك عليكم ولدك. انا تجمعوا سيرو دو بومبيرس ودرداك عليكم وتهلاو. جيت نقلب على اختي في البار ونلقى اختي الجزائريه شادين الفرنسيين كيقلبوا لها في طبونه في بلادها وحدا دارها. سمعتيها لين دار العوره معايا راجل شبيك تحوس على الارض تاعك؟ تحوس ولا ما تحوش اعطيني الصحراء بتاعي وربي عينك اصاحبي. شبيك يروح شريها على التبون كيما شرا الاخرين؟ روح شريها تسرق اراضي الناس وتقول لي روح شريها؟ سرقوا اراضي الناس معناتها صحتك. الصحراء التونسيه والصحراء الليبيه والصحراء النيجر ومالي كبير اخويا. احنا رانا المغرب هو المغرب توا قوي المغرب قوي اقليميه مع الشرق عليها. المغرب مع الجزائر المغرب عند ليب من عند مالي يضحك معناتها يضحك. المغرب لا مالي نقسموا الجزائر. الجزائر هذيك بلد مسدد بشرط الصحراء مع مالي خليها لي هذه مع الحكم من طولة. يا غير غير يا غير الصحراء ديال تبسه وهذه راهي. شوف دريك واخويا زكي دريك يا سيدي تبسه باش يتكلموا بالله ست وسيا يا الصحراء ادم والله. نعم انا زكي انا على بالي ولا غير الهضره ولا غير الهضره كنا نهضروا بصح باه دير ولا ما تقدر اقسم بالله باش نكلموا المغرب يا ادم اقسم بالله اسمع شنو قال ادم معناتها الو محمد السادس نستنجد بك احنا توانسه صاحبي والله باش ينيك ام الجزائر. اما طيحوها دين الرب السيني قال شو هاكم الطليان دات الغاز اسبانيا دات اسبانيا دات البترول فرنسا دات لكم الراسه تاعكم طهاري دات الغاز بلي جاردين الربا والغاز سخن الدنيا كل داير اللي يجي يحشي هالك مال الحمر والبعر اللي يجي يدخلوا لكم. قول المراركة داو بوداو الصحراء الغربية Leur rire, les garçons du 9-3 sont comme ça. Ah, ils sont comme ça, 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 ils sont comme ça. Il faut pas pleurer, les garçons du 9-3 sont comme ça. Ma chérie, il faut pas pleurer, les garçons du 9-3 sont comme ça. Ma chérie, il faut pas pleurer, les garçons du 9-3 sont comme ça. Ah, ils sont comme ça.